طيب معانا بقى مقارنات بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز ونادي المقاولين او فرق المربع الذهبي. عدد المباريات حتى الان للنادي الاهلي 33، نادي الاهلي في المركز الاول. نادي الزمالك عدد المباريات 34، نادي الزمالك انهى مبارياته. بيراميدز الثالث 33 مباراه. نادي المقاولين العرب الرابع 33 مباراه. عدد النقاط بالنسبه للنادي الاهلي 86 نقطه. عدد الاهداف 71. عدد سوري نادي الزمالك 71، نادي الاهلي 86. سوري النقاط دي النقاط هنا في اختلاف. نادي الاهلي ليه 71 عليه 8، نادي الزمالك ليه 50 عليه 31، واعتقد 31 دي نسبه عاليه جدا في الاهداف. طبعا المركز الثالث بيراميدز ليه 64 نقطه وله 52 هدف، وبرضه عليه نسبه معدل اهداف عاليه جدا 32 هدف. يجي نادي المقاولين في المركز الرابع ليه 53 نقطه وليه 43 هدف، اقل الفرق اهداف في المربع الذهبي، وعليه 33 هدف، وده استقبل اكتر اهداف في فرق المربع الذهبي. كابتن اسامه، طبعا فروق كبيره جدا في كل حاجه. انت بتتكلم الفرق في النقاط 15 نقطه عن الزمالك صاحب المركز الثاني، 22 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، 33 نقطة عن نادي المقاولين صاحب المركز الرابع. يعني فروق، يعني مع احترامي الكامل للأندية ديت، هي ممكن تتقارن مع بعض في 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 نسب، سواء تهديف أو معدلات الأهداف اللي دخلت فيهم أو عدد النقاط، لكن الفرق كبير جدا جدا. وعشان كده انا قلت لك كان عندي يقين ان الدور الاولاني من اول 6-7 ماتشات، وبعد ما انتهى الدور الاول النادي الاهلي حسم الدوري باريحيه. يعني انت بتتكلم في 71 هدف للنادي الاهلي، 50 هدف لنادي الزمالك، يعني فرق 21 هدف. مظبوط. فرق 22 هدف عن بيراميدز، فرق 28 هدف عن المقاولين العرب. معدل استقبال الاهداف، الاهلي 8 اهداف فقط في 33 مباراه حتى الان، يعني نسبه تعتبر ضعيفه جدا جدا جدا. هي دي تعتبر ارقام قياسيه للنادي الاهلي طبعا. يا استاذنا كابتن اسامه، ان احنا هنروح لتقرير عن ارقام النادي الاهلي القياسيه ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار.